لماذا لا يبتسم الروس؟ الروس شعب جاد، صعب تلاقيهم بيضحكوا كتير او يبتسموا كتير. لو انت ابتسمت في وجه الروسي مش معناها يبتسم لك على طول، لان الابتسامه ليها معنى. مفيش ابتسامه من غير معنى. هو يعرفك هيبتسم، ما يعرفكش مش هيبتسم. تروح محل البائعه تعرفك انك زبون بتيجي كتير هتبتسم، انما ما تعرفكش مش هتبتسم. الابتسامه ليها معنى، مش زي الغرب الابتسامه لكل الناس، انك بتسلم على الناس صباح الخير او مساء الخير او حد يجي بتبتسم بشكل عام. انما الروس لا يبتسمون بشكل عام ولا يستقبلون احدا بابتسامه الا اذا كانوا عارفينه. وفي الثقافه الروسيه بيربوا الولاد ان محدش فيهم يضحك ولا يبتسم بدون سبب. عالم لسانيات في روسيا أجاب على السؤال ده طبقا لموقع سبوتنيك. العالم بيقول إنه الابتسامة عند الروس لابد أن يكون لها مبرر، علشان كده هم مش بيبتسموا، لابد يكون لها مبرر، وإن هي مش رمز للمجاملة. يعني في الغرب حد يجاملك فيبتسم، لا، الروس ما يجاملكش الابتسامة. الابتسامة لها معنى وكأنها تغني عن كلام وتعبر عن كلام. إذا مجمل اللي قاله عالم اللسانيات إن الروس فعلا لا يبتسمون، ده لسبب جوهري إن الابتسامة مش مجاملة. الابتسامة لابد يكون ليها سبب وليها موقف، والناس مش ماشية توزع الابتسامات في الشوارع أو المحلات أو الأماكن العامة. إنما إذا ابتسم الروسي ده معناه إنه فعلا بيبتسم لأنه يعرفك أو عايز يوصل رسالة إيجابية، إنما مش مجاملة بلا معنى زي ما هي موجودة في الغرب طبقا لعالم اللسانيات. في مقطع ساحر الحقيقة لطفلة صغيرة، فيلم قصير روسي، طفلة صغيرة بعدين والدتها اتوفت، أختها الكبيرة مهتمة بيها جدا بتربيتها، إنما أختها دي حزينة جدا على والدتها فمش عارفة تخرج من هذه الكآبة. فالطفلة الصغيرة جدا بتروح تجيب هدية ليها، هي اصلا معهاش فلوس، شويه فكه اي كلام راحت بيهم. البائع اللي في المحل بصلها ازاي عايزه تاخدي القلاده ديت اللي هي بالشيء الفلاني بالملاليم ديت، فقالت له ان اختها مكتئبه من وقت مامتها ما توفت، وان اختها هي اللي بتصرف عليها وبتراعيها، فهي عايزه تخرجها من اكتئابها وتخليها تبتسم للحياه. هو فيلم رائع جدا جدا في التربيه ايضا، إن زي ممكن طفلة تشعر هذا الشعور وتبذل هذا الجهد، وإن البائع يتجاوب هذا التجاوب من أجل إن يخرج إنسانة من محنة أو حزن لتنطلق إلى عالم الابتسامة التي لها معنى.